هاي، عاملين ايه؟ دي وصفة بباص بالعيش الفينو. عايزه اقولكوا ان الوصفة دي مش من اختراعي، ولو دورتوا على اليوتيوب او على الانستجرام عمركم ما هتلاقوا ابدا الوصفة دي، لان الوصفة دي من اختراع حماية العزيز عمو فؤاد الله يرحمه. حبيت بس اقولكوا كده في الاول علشان قد ايه هي اقتصادية، موفرة وسريعة قوي، مش هتاخد منكم 10 دقايق بس، الطعم وهم. يلا بينا نشوف الوصفة ازاي. اول حاجة هبدأ اجهز الشربات او السيرب اللي بيتحط في اخر الوصفة، وبسيبه على النار على ما اكون خلصت الوصفة، لان هو بياخد شوية وقت. هبدأ ان انا احط 1 كوباية مية وعليهم 2 سكر، ده لو انتوا عايزين ان هو يكون تقيل. لو عايزين السيرب يكون خفيف شوية بتحطوا 1 كوباية سكر عليها 1 كوباية مية، وبعدها بتحطوها على البوتاجاز على نار هادية، واول ما يبدأ يغلي بتعصروا عليها 1/2 ليمونة وتقلبوا، تطفوا النار وتسيبوه يبرد. وبجيب العيش الفينو بتاعي. حتى يا جماعة لو العيش الفينو ده كان ناشف وبايت بالايام عادي جدا بتعمل بيه الوصفة، وببدأ ان انا اقطعه بالشكل ده، او ممكن تقطعوه بالجنب، فتقطعوه يا جماعة بالشكل اللي انتوا تحبوه. وبجيب طبق فيه شوية لبن وطبق تاني فيه بيض عليه معلقة فانيليا، وببدأ انزل بالعيش الفينو اللي انا مقطعه في اللبن وبعدين احطه على البيض. ويا جماعة لازم الخطوة دي تتم بسرعة علشان العيش الفينو ما يبش في اللبن او في البيض. وبنزل بيهم في الزيت وابدأ اقلبهم، وبطلعهم لما لونهم يتحول للون الذهبي. وبعدها باخد كل قطعة فينو من اللي انا كنت قليهم في الزيت واحطها في السيرب او في الشربات اللي انا كنت عاملاه في الاول. طبعا بستنى لما الشربات يهدى ما يبقاش سخن. الباص ده يا جماعة بيبقى طري جدا من جوه، ولما بتيجوا تاكلوه ما بتحسوش بأي فرق عن الباباز الأصلي العادي. ممكن كمان تحطوه في لانش بوكس وتدلقوا عليه السيرب اللي احنا عاملينه علشان يتشرب كل السيرب، او لو ما بتحبوش ان هو يكون مسكر قوي ممكن تقدموه على طول وتاكلوه. ممكن كمان تحطوا عليه الصوص اللي انتوا عايزينه. انا هنا حطيت صوص كراميل، وبعدها حطيت عليهم صوص شوكليت. صوص الشوكليت ده انا كنت عاملاه في البيت، صوص اقتصادي برضو، ممكن تلاقوا الوصفة على اليوتيوب او في الهايلايت على الانستجرام. فهمتوا بقى ليه كنت بقول لكم ان ده باباز اقتصادي وسريع جدا؟ يلا جربوها وقولولي طلعت معاكوا ازاي. ولو عجبكوا الباباز الاقتصادي ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. ولو جربتوها وعجبتكوا ابعتولي صورها على الانستجرام، هنزلكوا كل الصور اللي انتوا هتبعتوها في ستوري هناك، وهعملكوا كمان شير. كمان تقدروا تشوفوا كل ريفيوهات المطاعم هناك في الانستجرام. يلا مستنياكوا ومستنيه كل صوركوا. باي باي.